انت كي داير اجدي خير صحيحه كلشي مزيان الحال الجمهور ديما كتكون هاد الوقيته ياك ما شاء الله شفت القليدين ديالو يا صاحبي. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم ان شاء الله باذن الله دايرين واحد الرحلة زوينة، غادي عند جدي اخوتي، غادي عند جدي با محمد، غادي انا وخويا السيمو. راه جينا اليوم لسوق حد السوالم، درنا واحد الغداء هنايا وان شاء الله باذن الله غادي ناخذوا الحيمات ديال الجمل ونطيبوا واحد الطاجين ناضي مع خويا السيمو وجدي ان شاء الله باذن الله. العفطه ديال الجمل اللهم بارك. انت كيدير بخير صحيحه كلشي مزيان؟ هو هذاك شحال الكيلو ديال الجمل؟ 100 درهم. 100 درهم 100 درهم الاخوان، صوب لي واحد الكيلو يكون زوين بحال وجه. تقريبا شحال السن باش كذبح الحليب؟ سنان الحليب، غير سنان الحليب. سنان الحليب راه كيف لاحظتوا الفراقس ديالو راهم صغار، يعني راه باين سنان الحليب. والدروه شحال دايره الكيلو؟ دايره 6000 ريال ودير جناب 4000. دايره 6000 والجناب 4000. الفرق بيناتهم كتكون الكاليتي هي هذه، هي ديك الدروه اللي كتكون الفوق. نعم الوسطانيه ديالو. ها هو الكويلو ديالنا الله يبارك، هذا ديال الجمل غيجي ان شاء الله في الطاجين المغربي في العروبيه ان شاء الله باذن الله. الخوت عينا صراحة وقال لي السيمو نعومو، قلت لي نجيبك لواحد الشريج هنايا. حنا دابا في سيدي بن نور، كاين واحد الشريج هنا الاخوان. ها هو فينا هو، كنا بغينا نعومو هنا ولكن الماء ملوث الاخوان، راه موسخ الماء. اذا غادي نشد الطريق، راه كاينه واحد الحرارة ديال بصح، عرفتوا راه الموت ديال الصاد. وقصبة ديال السكر من الصباح حنا كناكلو في هذه، راه قصبة ديال السكر اخوان هي اللي مساندانا في هذه الرحلة هذه. المهم بقى عندنا تقريبا واحد 150 كيلومتر اللي بقاش عندنا. الحل الوحيد يا اخوان، الحل الوحيد عرفتي شنو هو؟ هو راه غنفزقوا كاع حوايجنا هي هذه الرشاشات هذا. ياك غنتوقف هنا خليها تتقرب. الحل الوحيد هو هذا. هيا تقرب هيا تقرب حتى. والله الحل الوحيد الله. هيا تقرب هيا. الحل الوحيد هو هذا الاخوان عندنا. واو انت هو واو الحل الوحيد في هذا الصاد هذا. الله 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 واخا غنوسخو حوايجنا كل عصايب داك السكر. احسن حل هو هذا الاخوان، ما لقيناش شي حل اخر. هيا تقرب دابا شوف 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 يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن راه تبردنا. هيا كبيرة 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 هذي كبيرة الكبيرة. تلقى الدقة يا جيك تلقى الدقة. الله الله أخيرا الخوت وصلنا، والله إلا وصلنا بعد معاناة ديال الطريق تقريبا 250 كيلومتر وكثر واقيلا كاع. تقريبا وصلنا ياو نمشيو نصلو صلاه الرحيم، ومن بعد ان شاء الله مع الصباح غادي نمشيو للموسم اللي جينا على ودو من كازا. طيب هاد الجيش العربيه عندها الارض الحمراء، عندكم الارض الحمراء الجمره بريال هاد الجوي معنا الاخوان. هاد الجامع قديم يا سلام. عرفتي واحد اللعيبه كتكون هنايا ها هي السيم، هذه كانوا كيديروها شحال، هذه كانوا كيحطوا الشمع والفلوس هنايا بحال السيد. ها نعم ها هي الدار، ها هي الدار. شاد هذه الضويه بالزرق شي ضويه بالزرق راه كاين باب من اللي دخلوا من الجميع. هذا باب سري، باب سري فهمتي. هذا باب، هذا باب ديال الضياف. كاين ها
هي دار جدي الاخوان. بسم الله ضربنا مسافه ديال الطريق ولا لا؟ بس العذاب راه حاد. ولدي انت كي داير اجدي؟ بخير صحيحه كلشي مزيان وهذاك الله يحفظك ليا بخير الله يحفظك الله يحفظك على بالك الله يرضى عليك. هذا هو انا جيت. الله يرضى عليك. بخير مزيان. هانيه. صحيحه. السلام عليكم. كيداير بخير؟ السلام كيداير الوالد لاباس عليك؟ صحيحه. ماشي بخير. يلا وصلنا الاخوان خصنا رجلينا دابا غنتكاو ونعسو لحقاش عينه عينه ديال بصح والسيمو تا هو عيا نديرو شي طاجين يكون ساهل تارك. الحمد لله الجمل. الحمد لله الجمل. سيما سمع الطاجين ويقول عندي الجن مش غايبش شو السيما الخوت كيقول مالك اصاحبي الصاد ليلة الحرارة الخوت كيبرد الحال في العشية كيبري هاد الحال هنا راه كيكون بارد الحال في العشية كما تخممش نتكا ونعسو شوية محمد اينا ناسي او صاي نعسه زينه يلا نود قاعد خلينا نوجد الطاجين داير غنمشي نتا ترى القضيه دبال بغا تصب الشتا يا صاحبي نتوما واحد النعسه اخوان نعسه 5 5 دابا ان شاء الله باذن الله غادي نوجدوا واحد الطويجين فاعل تارك ديال جوج مراسيم يا سلام كتشبعنا شبعتي نعسه ونعسنا تقريبا واحد ساعتين الاخوان انت عارف شي راه شبعنا ناس اجي تشوف الزويجين ناس هادي غازي تحكي لي اللي خرج نوال شو لي الزيتون تبارك الله ما شاء الله شو الزيتون شي الحب ديال الزيتون هذا راه بلدين 100% الاخوان ما كتسقى نوال عرفتي هادي راه كتنتج الزيت ما يمكنش هنا هادي تاعي هنا فين غادي نطيبوا الطاجين ديالنا هنا في هاد البلاصه شي في العقل على هاد الخباز هذا درت فيه درت فيه بيبيه هذا في العقل عليه فين درت واحد البيبيه هنا بصوم شي راس قال احسن بيبيه في العالم المهم غادي نجيبوا شي دويره دابا في هنايا غنمشيو نوري السيمو الكبار والمسائل وغادي نوجدو الطاجين ان شاء الله باذن الله اول حاجه الخوت غادي نقيو البصله ديالنا هذا غادي نديروه غير بالبصله والتوابل صافي على البصيله ديالنا داكشي داكشي بلدي يا الاخوان قرب اخاي قرب تشوش تبارك الله تبارك الله الحين ديالنا تهلا فينا داك السيد تهلا فينا بسم الله هان الله يبارك هاي ما دير الملج هذوك الملج الغالية السي هاي الغالية هاي هذيك هي الغالية هاي الدروة ديال الجمل آخر حاجة شوية ديال الملح من هنا عرفتي الطريحة السيمو والله إلا تخلص على زبالة ديال الفلوس ومرة وجيت بغيت تريح الراحه ما تلقاهاش علاش حيت كلشي مشغول كلشي شويه الزيت هنا شويه هنا وشويه هنا صافي ودابا الاخوان غادي نحطوا هادشي كامل يتقلى يتقلى ويزغرت راق يا سلام قادو الفاخر ديالنا بحال هكا هنا صحاب المنطقة ديما الطاجين ما كيردوش على البوطة كيردو على الفاخر ديما بسم الله هو الطاجين ديالنا ديال الجمل
حطيناه هنا الاخوان دابا مقاد غريغر جديد غريغر هي كتجي عندك هي بحدها كتجي عندك انت كتقلب عليها في البريه هي كاينه كتجي عندك ما هي كاينه هنايا راه مسكينه مبيضه تما مبيضه راه دايره شي عتيج ديال البيض راه الشاره مبيضه المهم اجواء صراحه وارانا نعسنا الاخوان بغينا نبارطاجيو معكم البهيمات ونوكلوهم ولكن نعسنا الاخوان حنا دابا نوجدوا الطاجين ديالنا باش نتعشاو نعاودوا نعسوا غدا ان شاء الله عندنا واحد السوق هيا سبحان الله كتبيت هنا اخر لمسه الخوت شويه ديال الربيع وانت كي داير اجدي بخير كلشي مزيان الله يلا بخير الطويجي راه كنا ردوا فيه ديال الجمل ايوا شي مزيان ديال الجمل تبارك الله الله يحفظك ها انتم البياته ديال الدجاج والجو راه بحال بويصب الحال الجمور ديما كتكون هاد الوقيته ياك الحال زمت الاخوان ديما شو ليا بيبي راه بوي عشش ما شاء الله يا سلام وداير شي نعيجات ولا والو باقا الفلخله باقا الفلخله تشو بيبي شوفي كي شوفي كي بيت شو الخضره هادي حماره جديده هادي ولا باقا جديدة هادي وي باقا لا خديتي هادي بغله جديده حماره جديده ها حتى البغله هي مليحه هادي شحال خديتي هاد البغله هادي هادي ها وهادي شحال شي ونيتي 30 اكثر اكثر شي 60 70 تبارك الله كراي ويلا الجوره ها الاخوان راه صافي راه بدات كتظلم الحال وهذا راه الاخوان راه الكبار هذا راه الموسم ديال دابا الكبار كاين ياك كبار اي كاين والد اي درك وانا بدا يخرف بدا كيخرف صافي الموسم الخريف ديالو يا سلام شري الدروة ترى ريحة طعم ما يمكنش يدري هذه ريحة طالعة هربانة نعيشة الإخوان كيجوا غير راسهم غاما تظلم عليهم الحال وجايين شايفين البراني هي الزريبه ديالهم شي الفراكس بزاف الدجاج تبارك الله ما شاء الله شو طلق اليدين ديالو يا صاحبي يا سلام هذا الاخوان هذا سلاوي سلاوي زيتون البلدي كاين كاين زيتون البلدي كاين كاين زيتون البلدي وكاين حتى العنب هو العنب اش بالك نديرو العنب ولا الزيتون البلدي نديرو العنب العنب يحليه كاين زيتون زيتون البلدي نديرو الزيت لا بلا ما دير الا سير ديرو من الفوق تما والزيتون البلدي ديرو مع شي صافي هادي دويت نديرو شويه العنب هنا حيل هذا
يا سلام. انت كي جاك هذا السيم؟ ميمكنش. واه. بلدي 100%. هذا راه عرفتي هاد الزيتون ديالاش؟ ديال هاد الزيتون هادي. ها هي ديال هادي. ها هو الاخوان. شو؟ الله يلا ديال اخاي. داكشي بنين. الملوحيه ما كايناش. لا لا ما مالح ما والو، داكشي طابي. لا صودا لا والو. والو. الطواجين ديالنا سيمو خصنا نلوح العين اللي زويتيناش في الجن هاكا. ترى طاجين مغربي 100%. ارقل عليه ما بغاش يتسد. انا غندير شوف الطاجين اللي كيبغي يتسد دير ليه بحال هكا حيد. ضروري الاخوان الثقافه المغربيه اش كنديروا في العربيه ملي كنجيو هنايا كنعمروا الدكه ديالها تاي برا. ها هي البوطة، ها المقراش، بريك المسائل، غنعمرو هنا. بسم الله. أنا نعيني عاد، سيمو في النعس. سيمو كي جاتك البريكة واش ناضية ولا ما ناضية؟ تا داكشي بلدي. لا ما تنساش. شش شش شش. ها هي البوطة ديالنا، الطويجين ديالنا راه هو. داكشي يا سلام الإخوان. سقيل ها الله يلا سقيل. الزن ما كايناش. الزن ما كايناش اخي. غادي نكلفك باتي. بسم الله. بسم الله. بلاش ما تخويش بلاش. يلا سير. ما كتخوى هو الاول. وجدي مريح معنا. هو يجي حولنا القضيه هنايا على حساب الشاب باش كتصب. ترى الشاب باش كتصب اليوم. عندك راه طيب. هاد النعيني عاد هادو راه بلديين. حتى هاداك القساور كيكون مافيهش بحال هاداك الك. شو سول جدي واش كيبغي الحلاوة؟ شو هو الحلاوة جدي؟ كلشي خدام. كلشي خدام. هاهي دكيكة عند جدي داكشي يا سلام. الله الله يلا الراحة النفسية. سمعتيش دابا الإخوان غادي نطلعو على الطويجين ديالنا اللي طيب في البادية اللهم بارك. هانا شو 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 يا سلام. خلي أخويا طيب يزيد يطيب. شو الزيتون تعسل. بسم الله. داكشي بلدي اللويله والطاس حيت صافي اخوان الطويجين ديالنا راه وجد. داكشي يا سلام صراحه. بسم الله. اللهم بارك. قطع قطع خبيس. شو المشيشات جاو؟ شو ماشي تفرج. يا سلام. هو هذاك. داكشي يا سلام صراحه. محمد كي جاتك البنة؟ يا سلام بارك الله. اجدي كي جاك الطياب ديالي؟ وزين. ها؟ مزيان ياك. ياك؟ انا ما بقيت نسول على طياب قد طاب قد ما طاب. اكل وصافي. مزيان صافي. طالقه فيه ليلام ديال الشحمه ديال الدروه ديال الجمل طارقه فيه. هو زعما انا طيب هذا هذاك ياك هذا كي جاك حنت العيالات. الله يبارك الطاجين راه مشى الاخوان اني باش بلديين. هذا دابا غادي نهضمو ان شاء الله. خويش جينا لواحد الكاعه نريحو فيها شويه. ايوا انا انت سديت علي من بعد العشاء الاخوان راه جينا هنايا نريحو واحد شويه. ها هي اللعيبه اللي صوبنا ديك
ديك المره هي هادي هي باقا باقا ناضيه سدها جدي قاعده في القاعه والربيعه القديمه القاعه يا مات البركه في القاعه هي الربيعه القديمه راه هي اللي غنديروا دابا غادي نريحوا هنا الاخوان كاين كريمه هنايا كلشي كان حلو وزوين كلشي كان حلو وزوين عندك تنوض لك شي عقرب من هنا موسم العقارب دابا ياك ترى الحراره بعدا هنا في الخوار كاين الصاد صح كاين الصاد داكشي علاش خرجنا الاخوان هنايا نتغرباو وغنريحوا حتى شي راه زويتينات راه ماشي هاشي ها كريمه هذه ثاني ها هو الكرمات ها هو الكر ها هو ها ترى نايض صاحبي ها شوف الكريمه كي داير ها هي شوف شي شمع السلب جغ بجغ خاصها تغسل ها بجغ شي شي معسله يا خويا شروحيه بسم الله مال الكرمه ديريكت يا سلام تا حلو حلو شو شو تبارك الله شو شو تبارك الله شو شحال شو الخوت ما عندهم لي ياكل ليهم ها شو شو الكرم كي داير شو كياكل فيها الجوش هادي يا سيمو غادي نتمرع عليها الغدا هادي حتى الغدا حتى واحد الغريب يضرب هنا في القاعه ناضي يا اخوان فين نبيتك اليوم غادي تبدا هنايا الشيطان المهم الاخوان كنتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو هذا الفيديو عفوي جينا للباديه انا وخويا سيمو ان شاء الله باذن الله راه غادي لواحد الموسم اللي غادي نصوروا فيه وغدا ان شاء الله غادي نمشيو اثنين الغيات غادي نمشيو نبارطاجيو معكم ان شاء الله السوق ومن بعد غادي نمشيو للموسم سيدي محمد السباعي تما غادي نبارطاجيو معكم كلشي سيمو كي جاك الطاجين لا ناضي اخويا الطاجين دايزو الكلام الطاجين ديال الشمل جاي من حد السوالم جاي شو سبحان الله ضرب 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 250 كيلومتر ضرب 250 كيلومتر باش نجيو ناكلو عاد من مع جدي وفينا بلاصه في اثنين الغيات اثنين الغيات وعاد جد سفيان غادي نبات هذيك ما غنباتش في الخلا مرحبا بك الله يحفظك ليا مرحبا بك الله كبيره المهم الاخوان كنتمنى انه يعجبكم الفيديو وما فيه باس الاخوان من هذا المنبر هذا تصليو صلاه الرحيم مع العائله ديالكم بخصوص العائله فيها والو ردي معاك اللي مقسم لك الله وعيش تجربه في الحياه وهادشي اللي كاين